السلام عليكم حبايب، اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بالبرغل. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي قليل من الزيت النباتي وواحد حبة بصل صغيرة الحجم مثرومة، بقيت أحركها إلى أن شوية ذبل البصل، وضفت له 2 كوب عدس منقوع غسلته ونقعته شوية. هذا العدس نوعيته زينة، يعني ما يحتاج نقعة هواية، بسرعة يستوي. دائما إذا العدس جديد يستوي بسرعة. شوية حركت العدس ويا البصل، حمسته وضفت 3 ملعقة أكل برغل، غسلته ونقعته وصفيته بالمصفي. ضفته للعدس وخلطته زين، وضفت 1/2 ملعقة أكل كركم، 1/2 ملعقة أكل ملح، ورشة فلفل أسود. وهنا من بعد ما حركته زين وحمسته ضفت له مي ساخن لطبخ الشوربة. تركتها إلى أن استوى، تأكدت أنه العدس استوى والبرغل. هاي الشوربة كلش سريعة وطيبة، وممكن واحد يسويها قبل 1/2 ساعة من الفطور يحضرها. خلطتها، أنا أحب أخلطها حتى تصير لينة وسهلة، وأنا دائما أفرقع الشوربة. فسخنت دهن حر شوية وضفت لها، وهنا زينتها برشة فلفل أحمر حلو بابريكا وقدمتها. وهذا شكلها النهائي، جربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية. ولا تنسوا تسووا لايك للفيديو إذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة دائما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.